هنتأمل بس تأمل بسيط كده في آية: خرافي أنا تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. خرافي أنا تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. إيه موضوع تسمع صوتي وتتبعني؟ القصة ديت قصة كل واحد فينا. هي حصلت في إنجيل معلمنا مرقس في سطرين كده. يقول كده حد، يعني قصة حد سمع صوته وقام وتبعه. القصة دي مفروض في الإنجيل تاخد مساحة كبيرة، إن المسيح يقابل حد يقعد يتكلم معاه يتناقش معاه عشان يقنعه إن هو يجي معاه، خصوصا إن هو كان عايش فترة كبيرة أو كل حياته في الخطية. فعشان يغير كل الحياة ديت ويغير طريقه المفروض تاخد وقت، لكن هي واخدة بالظبط في إنجيل مرقس سطرين. يقول كده إن هو عدى على مكان الجباية، مكان الخطية، وقال للاوي اتبعني، فيقول كده فقام وتبعه وخلصت القصة. القصة دي هي قصة كل واحد فينا. المسيح بيعدي على كل واحد فينا كل يوم ويقول له ايه؟ اتبعني. بس هي بتاخد معانا وقت طويل قوي. مع لاوي ما خدتش وقت، رغم ان دي كانت كل دنيته وكل حياته. موضوع الفلوس كان كل دنيته وكل حياته، ما يعرفش حاجة غيرها. هو كان هيعيش وهيموت في الموضوع ده، لكن هو ما حطش اي حسابات بشرية واي تفكير بشري، وعلى طول قام وتبعه. لو كان فكر وحط حسابات بشرية كان هيفضل طول عمره لاوي اللي قاعد عند مكان الجباية. عشان كده في عبرانيين بولس الرسول كده: اليوم ان سمعتوا صوته فلا تقصوا قلوبكم. اليوم، يعني مش هستنى لبكرة، مش هستنى لبعده، مش هأجل، لا، اليوم إن سمعتوا صوته فلا تقصوا قلوبكم. هو بيعدي على كل واحد فينا كل يوم يقول له اتبعني. ممكن أسمعها في القداس، ممكن أسمعها في الكتاب المقدس، ممكن ربنا يبعت لي حد. المهم بأي وسيلة ربنا كل يوم بيقول لي اتبعني. إن سمعت صوتي فلا تقصي قلبك. طب ايه موضوع التبعية ده؟ محتاج مني ايه؟ موضوع التبعية ده محتاج مني اول حاجة اترك. لازم اترك اي خطية او اي محبة غريبة جوه في قلبي. يبقى عشان اتبع لازم الاول هترك، وهترك من القلب عشان ابتدي اتغير. التغيير الخارجي ما بيجيش الا من التغيير الداخلي. يقول كده: تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ اذهانكم. يعني الذهن يتجدد والقلب يتغير، على طول الشكل الخارجي هيتغير. يقول كده: لو سكن جواك هيشع براك. لو هو سكن جواك فعلا نوره هيشع، هيبقى براك على طول. فأول حاجة أترك. زي كده لاوي ما هو عمل، ترك كل حياته، كل دنيته، ترك المحبة الغريبة اللي جواه وقام وتبعه. أنا برضو هترك أي محبة غريبة، أي خطية، اي علاقة غلط انا شايف منها ان هي بتيجي فيها عصرة او خطية، هتركها، وهتركها من كل القلب. يقول كده: تحب الرب الهك من كل قلبك، كل القلب، من كل فكرك ومن كل نفسك. ويقول كده: يا ابني اعطيني قلبك. وكان المسيح كل يوم بيقول لي: يا ابني اعطيني قلبك. طب هقول له: يا رب انا مش قادر. فعشان انا مش قادر انا هقف قدامك واقول لك نفس الطلبة اللي انت بتطلبها مني. مش انت يا رب بتقول لي اعطيني قلبك، انا كمان انا هقول لك اعطيني قلبك انت كمان. يا رب اعطيني قلبك وخليه مكان قلبي. اعطيني قلبك المحب للعشرين والخطاة. اعطيني قلبك اللي بيحب كل احد. اعطيني قلبك الذي كان يقول يصنع خيرا. اعطيني قلبك الحنين، الوديع، اللي يطبطب على كل واحد. اعطيني قلبك اللي يلتمس العذر لكل واحد، لاخويا. اعطيني قلبك اللي ما يدينش. فزي ما انت يا رب بتقول لي اعطيني قلبك، انا بقول لك انا كمان اعطيني قلبك. غير قلبي الحجري دوت. مش انت بتقول اليوم ان سمعت صوته فلا تقصوا قلبكم؟ انا قلبي يا رب قاسي من طول فتره،
بقى قاسي شوية، فغيره، اديني قلبك وخد القلب بتاعي دوت حوله الى قلب لحمي، قلب روحي يحس بكل واحد ويشعر بكل واحد، اشعر حتى لو في فكرة غريبة دخلت في قلبي اشعر بيها على طول واقدم توبة. يبقى اول حاجة عشان اترك، عشان اتبع لازم اترك اي حاجة هتعطل مسيرتي نحو ربنا وهتعطل دعوتي اللي ربنا دعاني ليها. يقول كده في عبرانيين اصحاح 3 آية 1: من ثم ايها الاخوة القديسون، خدوا بالكم بيدعونا قديسون، هو ده كان اسمنا في الاول، حتى تلاقوا كل رسائل بولس الرسول يقول ايه المدعوين قديسين. يقول كده من ثم ايها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، فاحنا شركاء في الدعوة السماوية، احنا مدعوين للحياة الابدية وللسماء. وبولس الرسول كده يقول تلميذه تيموثاوس امسك في الحياة الابدية التي اليها دعيت، امسك في الحياة الابدية مش تمسك في اي حاجة ارضية، امسك في الحياة الابدية. يبقى التبعية اول حاجة اترك من كل القلب، وعشان اترك بعد كده لازم تخش محبة تانية غير محبة الخطية، يبقى لازم هشبع بربنا عشان تتبدل. يقول كده تتبدل شهوة بشهوة، شهوة الخطية هيبقى مكانها شهوة حب لربنا، يبقى هشبع بربنا، هيبقى في صلاة، هيبقى في كتاب مقدس، يبقى في علاقة حية بيني وبربنا. يقول كده عمل داخلي، عمل جواني، جوه القلب في مخدعي، هشبع بربنا، هقعد معاه، هتكلم معاه، يبقى في علاقة بيني وبينه، ما يبقاش مجرد بسمع الأذن سمعت عنك، لا ده أنا عايز أقول كنت بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن لما تبعتك فرأتك إيه عيناي. يبقى أول حاجة هترك، تاني حاجة هشبع بيه، تالت حاجة هثبت فيه، هثبت فيه من خلال الإفخارستية التناول. يقول كده من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. زي كده ما في يوحنا 15 كان بيتكلم على موضوع الكرمة والأغصان، يقول كده أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان، كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار. إمتى الغصن ما يأتيش بثمر؟ لو هو مش بياخد من العصارة بتاعة الكرمة، أنا بعيد عن التناول، فعمر الغصن بتاعي ما هيكون حي، انا مش عارف اخد العصاره من الكرمه، مش عارف امتلي منه، فعمري ما هثبت فيه، وهتلاقيني زي الغصن كده اللي مش ثابت، هيدبل وهيقع. يبقى عشان اترك، عشان اتبع لازم هترك وهشبع وهثبت فيه. رابع حاجه والاخيره، بعد لما هترك وبعد لما هشبع وبعد لما هثبت فيه لازم هفيض. ما فيش حد بيترك ويشبع ويثبت وما يفضش على غيره واللي حواليه. يقول كده أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك. لازم عشان محبة ربنا امتلأت جوه قلبي لازم أفيض على غيري، زي ما لو عمل كده أول ما محبة ربنا بقت جواه على طول راح دعا كل العشرين والخطاة عشان يعرفهم مين هو المسيح، عايز يعرفهم على المحبة الجديدة، عايز يقول لهم انتوا اللي انتوا فيه دلوقتي ما يجيش حاجه جنب اللي انا حاسه دلوقتي، انا عايزكم تحسوا نفس الاحساس اللي انا حاسه، انا شبعان بربنا وفرحان بربنا، عايز اخويا كمان يبقى فرحان بيه. ممكن افتقد اي حد اسال عليه حتى لو هو بعيد، على الاقل اصلي له مش ادينه، ده انا عايزه يبقى معايا، ده انا عايزه يبقى فرحان زي ما انا فرحان كده في الكنيسه، عايزه هو كمان يبقى فرحان وافيض عليه من محبة ربنا، أفيض عليه من محبة ربنا. يبقى هرجع تاني، التبعية عايزة ترك، عايزة شبع بربنا، عايزة ثبات في ربنا، عايزة إن أنا أفيض على اللي حواليا من محبة ربنا. ربنا يدينا دايما إن احنا نسمع صوته ولا نقسي قلوبنا، ويكون قلبنا كده حساس جدا إن احنا نسمع صوته، نتبعه